يسعد صباحكم تونا تيم، كيفكم؟ رح احكيكم اليوم عن فارمستي كولوجين اند هالورونيك اسيد اول ان وان امبول. خلونا نشوف المنتج بالاول، هيك بيجي. هون بيجي يكون محطوط هون، هون بيكون معه معلقة هيك صغيرة. هيدا المنتج، تحت هون رح تلاقوا مكتوب تاريخ الاكسبير تبعه. خلينا نحكي عن المنتج. اول شي حابة احكيه، وهي اهم نقطة عندي باي منتج انا بشتريه، اني اشيك المكونات تبعه. المنتج خالي من البارابن وخالي من كل المواد الضارة. كمان شفت اختبار الاي دبليو جي، رح احطلكن شوت سكرين عن اختبار الاي دبليو جي حتى تشوفوه، وكل مكون من مكونات الامبول كلها امنة. المنتج حجمه 250 ملي، وصلاحيته من الفتح 12 شهر. هاي نقطة كتير مهمة، لازم تطلعوا على تاريخ الصلاحية من الفتح قبل ما تستخدموا اي منتج، اوكي؟ عشان في منتج بتبقى صلاحية بتاعتها قليلة، فتقدروا تسجلوا تاريخ الفتح حتى ما تنسوا. تالت نقطة راح احكيكم عنها، هنتكلم عن مكونات الامبول. الامبول بيتكون من 2500 ميلي جرام من الكولاجين البحري، وهو افضل انواع الكولاجين لانه بيشبه بشكل كبير نسيج الجلد. كمان بيتكون من 10750 ميلي جرام من الهالورونيك اسيد، وكمان في نايسينامايد، وفي كمان ادينوساين، وفي مستخرجات بذور الجوجوبا والكاميليا. الكولاجين البحري مع الهالورونيك اسيد بيعملوا على ترطيب عميق للبشرة، وبيحافظوا على رطوبة البشرة على مدار اليوم، فبيحمي بشرتنا من الجفاف. كمان في كاتبين انه في مكون اسمه فيتامين سكراب، وهو من افضل المكونات اللي بتعطي البشرة مظهر صحي وصافي. فايد الأمبول بيعطي نضارة وتفتيح للبشرة، كمان بيحمي البشرة من علامات تقدم العمر، وبيعالج لو في خطوط رفيع أو هيك. بس هيدي النقطة بتاخد وقت طويل حتى تقدروا تشوفوا نتيجة. عم بحكي إنه علامات تقدم العمر وهيك أشياء دايما بتاخد وقت حتى تقدري تشوفي نتيجة كتير ملحوظة فيها، يعني مش أقل من 6 شهور حتى تحكمي على النقطة هاي. أنا رح أجرب معكم المنتج ورح أقولكم رأيي فيه. خلونا نفتحه ونشوفه. بدي اقولكم بالاول ريحته كتير حلوة، ريحته قريبة شوية من ريحة الياسمين. انا كتير بحب زهرة الياسمين، عن جد ريحته كتير حلوة. هاي الامبول المفروض بنستخدمه، هما كاتبين انه بيستخدم بعد التونر، انا شخصيا بستخدمه بعد الاسنس. بالنسبة لترتيب المنتجات، يعني هما كاتبين بعد التونر، انا اللي بستخدمه بعد الاسنس، وهو في الغالب الامبول بيستخدم بعد الاسنس. احنا بنستخدم الاول المنتجات او الكورين عامة في السيستم تبعهم. كل ما كان المنتج اخف كل ما كان ليه الاسبقية في الروتين تبعنا، يعني الاول بناخد الغسول، بعد الغسول بناخد التونر، بعد التونر بيجي الاسنس لانه بيكون قوامه اخف وبيكون اسرع في الامتصاص، بعد كده بيجي الامبول. الامبول برضو بيكون قوامه خفيف بس مو مثل طيب. اوكي خليني افرجيكم. الامبول بقلبه، خليها هون هيك، شايفين بقلبه في حبيبات بيضة. بدنا نعمل مساج بالاول حتى نكسر هاي الحبيبات وتندمج مع باقي ال وتندمج مع الجل اللي فيه كل الفوائد، وبعدين بلش نستخدمه على البشرة. بس ما يعني على خفيف بس هيك، تمزجوها منيح
طبعا ما تنسوا منطقة الرقبة، كتير مهمة اللي انتوا تراقبوها كمان، وكمان منطقة العين. منتج آمن على العين، ما بيسبب أي حرقان، فيكم تستخدموه. وبعد ما نعمل مساج للبشرة عشان نتأكد ان كل الحبيبات البيضة دابت مع الجل مع باقي المكونات، نعمل هيك طبقة خفيفة حتى نتأكد ان البشرة امتصت كل الأمبول، وكمان عشان نجاري الدورة الدموية. هسألكم، الأمبول كتير 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 ريحته حلوة ومنعشة. رأيي في المنتج إنه كتير حلو. أنا حسيت شخصيا بفرق من بعد أول أسبوع، حسيت هيك نضارة في البشرة تبعي، حسيت إن بشرتي صارت صافية أكتر، حسيت بتفتيح بالبشرة، بس تفتيح طبيعي منه الأوفر. أنا شخصيا بحب هيك اللوك الطبيعي، كان تفتيح طبيعي. حبيت كمان، أنا حس عم يعطيني إنتعاش يمكن عشان ريحته، بس ريحته على فكرة ما أنا مزعجة، يعني انا بتحسس كتير من بعض الروائح. بالنسبة للخطوط الرفيعة وهيك اشياء، ما بيبين الا على المدى الطويل، مش اقل من 6 شهور من الاستخدام حتى نقدر نحكم عليه في النقطة دي. كمان هو سريع الامتصاص، ما بقى في شي، بس بالاول بنعمل هيك مثل حركات دائرية حتى نذوب الكبسولات في قلب الجل، وبعدين بنبدأ نعمل بيه مساج ونوزعه على بشرتنا، وبعدين بنطبطب هيك حتى نتأكد ان البشرة امتصت كل المنتج، وفي نفس الوقت نكون جرينا الدورة الدموية للبشرة فتستفاد منه اكتر. المنتج يعتبر مناسب لكل انواع البشرة، انصحكم تجربوا هذا المنتج. انا شخصيا حبيته واكيد رح ارجع اشتريه، بس يعني يمكن اذا في شي ما عجبني فيه هيكون شغلة واحدة، انه هو ما بيجي هيك بالقطارة، انه بيجي بالمعلقة، مضطرة اني ممكن هاي المعلقة تتعرض للبكتيريا او هيك شي، فلازم تعقمي المعلقة كل مرة تستخدمي فيها. وبعدين ما شاء الله الحجم كبير، بدك هيك تفوتي بتتقمي كلها تحت حتى تطلعي، لو في يعني لو كان خلص ومضى لك حبة صغيرة بدك تدخلي لجوا وتتعمقي حتى تطلعي. هذا الشي الوحيد اللي ما حبيته فيه، بس هيدا لا يمنع اني اكيد رح ارجع اشتريه وجربه. بس المرة الجاية رح فضيه هيك بازازة امبول يكون فيها قطارة، حاسة انه هيكون افضل مع القطارة، هيكون افضل بالنسبة لي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. بتمنى اكون كمان ما طولت عليكم بهيدا الفيديو. لايكاتكم رح تساعدني اكيد، ورح تحفزني اني اعمل لكم كمان ريفيوهات عن باقي المنتجات اللي انا جربتها، ورح تعرفني ان في حدا عم يتابعني وفي حدا عم يستفاد. فبليز ما تبخل خلوا عليا بلايك، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا تنتين الجرس. شوفكن على خير، باي باي.